سجل فيه الشمس والقمر. الشمس طبعا سبحانه وتعالى ما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله لذلك الا بالحق فصل ايات لقوم يعلمون. فهنا سبحانه وتعالى عشان نتعلم ونتفكر ونتدبر وادي الشمس ساطعه شوف شده الحراره ولكنها فين في حاله السقوط مع شده الحراره والجو طبعا في رطوبه ولكن طبعا احنا قربنا من الغروب والحراره شديده جدا يعني النهارده يتميز شده الحراره. المهم نسجل فيه الايه؟ نسجل فيه ان القمر الاخر اهو القمر ما زال ساطع مع الشمس ايه في وضح النهار. القمر اهو لسه مش عارفين نجيب القمر اهو اهو هذا القمر